مش بنبرر، لا نبرر ابدا اي عمل يستهدف اي مدني، لكن احنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين ابدا واحنا بنتناول القضيه ديت اللي احنا بنعتبرها قضيه القضايا. قضيه القضاء قضيه منطقتنا بالكامل، وليها تاثير كبير جدا على الامن والاستقرار، وفي راي عام عربي واسلامي داعم جدا لهذا الامر، ويتابع بشده كل ما يحدث فيها. اذا فكره النزوح او تهجير الفلسطينيين من القطاع الى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر.